تشهد بغداد كغيرها من مدن العراق ازدحاما مروريا خانقا تسبب في بطء حركة السير وعرقلة أمور المواطنين وما ينتج عن ذلك من تأثير سلبي على مجال العمل وإنجاز المعاملات وإشغال الموظفين والطلبة. عندنا هذا التقاطع ازدحام 24 ساعة، العالم تجرون ساعة، جاي التجار تطبوا بسيارات وتطبوا تكاتك، لاكو رقابة من الدولة، لاكو كل شيء. عندنا المريض هنا بهذا التقاطع لا يوصل قبل لا يوصل المستشفى يتوفى. تقاطع الزحام 24 ساعة، البلد كله ازدحام، بغداد كلها مختنقة بالازدحامات، شوارع ضيقة، ما دمرنا بس من الازدحامات. طبعا اليوم اختناقات مرورية في بغداد والتقاطع هذا مال البلديات، دائما هذا ازدحام يرتبط من البلديات بغداد جديدة ازدحام، يعني شق لك ساعتين ثلاثة نوقف بالازدحام، اختناقات مرورية، الشارع لا يسع الا ساعتين. يعني لازم ما طلع عليه اعمار لا اكساء لا عرضه والشوارع اختناقات، يعني هذا التقاطع مال البلديات سبب لنا هواي مشاكل. وحيث لا توجد انفاق وجسور وطرق عريضه تفي بالغرض، ازدادت بغداد اختناقا بالازدحام المروري. قله الجسور والانفاق اللي بالشوارع بغداد سببت الازدحامات، احنا مثل ما نشاهد بشكل يومي خصوصا مع اول ساعات الصباح والموظفين ووجود الطلاب نشوف الازدحامات بكثرة بشكل يومي، بالإضافة إلى أنه نهاية الدوام جاي يصير أنه أيضا وقت الذروة اللي هو وقت الازدحامات ما بعد الساعة 1 إلى الساعة 3، وهذا يأثر على نفسية المواطن. أنا طالع من المحمودية الساعة 6، وصلت للدائرة مال الزراعة الساعة 9:30 تقريبا، بالاربع ساعات انا بالازدحام على مود استلم قطع مال كيماوي للزراعه. اضافه الى تردي شبكه المواصلات، تزيد مشكله الازدحام المروري صعوبه كثره السيطرات المنتشره في بغداد. نتمنى من الحكومه أن تخفف عن الازدحامات هذه والسيطرات والصبات الكونكريتيه اللي هي اساس اللي هي بالشوارع. ثانيا احنا جاي نعاني من الازدحامات وجاي ما نقدر يعني ناخذ راحتنا بالسيارات ولا جاي نقدر نمشي، مرات دراجات بايسكلات هوائيه ما جاي تلحق العالم، ما جاي تلحق دوامها، لا الخطوط لا الطلاب لا موظفين. ازدحام مروري لا يبدو انه سيجد طريق الحل قريبا في ظل السياسات الحكوميه الفاشله وتداعيات الانفلات الامني.